تعليقي لدنيا باتما بعد انتشار خبر زواج محمد ترك. إليكم التفاصيل. فبعد ما انتشرت في الساعات الأخيرة أنباء تفيد زواج المنتج البحريني محمد ترك من جديد بعد أزمة انفصاله عن زوجته الفنانة المغربية دنيا باتما ووصول قضيتهما لأروقة المحاكم، حيث تداول نشطاء مواقع التواصل الخبر بعد مشاركة ترك فيديوهات عبر حسابه على تطبيق سناب شات تظهر قيامه باحتفالية بمنزله. دعا خلالها عددا من أصدقائه وأفرادا من عائلته والذين حرصوا على تهنئته دون الكشف عن المناسبة. وفي الوقت اللي رجح فيه رواد مواقع التواصل أن يكون ترك قد تزوج من جديد، فئة أخرى أكدت أن الأمر يقتصر فقط على دعوة أصدقائه والتلميح لزواجه من أجل إثارة الجدل وخلق البوز. وكما هو معروف فعند انتشار مثل هذه الأخبار يبحث رواد السوشيال ميديا عن ردة فعل دنيا باتما التي بسببها هرب محمد ترك للبحرين بعد التهم الثقيلة التي اتهمته بها. فمحمد ترك يظهر أنه يعيش حياة الترف والبطخ في البحرين، وكأنه يرد على دنيا باتما بعدما قالت عنه ما يجيب حتى درهم، في إشارة منها إلى أنه كان يعيش بنقودها التي تجنيها من الحفلات. وبعد ساعات عن انتشار خبر زواج محمد ترك وقيامه بحفل زواج كبير مع الأصدقاء والمقربين، بدأ الحديث عن دنيا باتما بأنها مصدومة من الخبر، فخرجت عبر سطور حسابها الإنستغرامي لتعبر عن إحساسها بالظلم بسبب أذية الناس لها، وهذا ما قالت: وإن اجتمعوا على أن يضرك بشيء لن يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وأضافت دنيا قائلة: كين الله،